بالأرض الوضع راحي العداء الدولي الحمل قميصة مطالي 20 سنة دوليا. بداية ديالي ديال الرياضة ديالي في 83 كهاوي، لا علاقة لي بالرياضة ديك الساعة ولا حتى شي حاجة، متعرفش القواعد ديال ألعاب قوى نهائيا. بعد عويطة باش نلعب في الهينسي كيف ديال 83، من بعد ما جرى ألعاب أولمبية ديال لوس أنجلوس كانت أول انطلاقة وشحنة للمغاربة كاملين. هذيك العداء الأسطورة تنشكرو، تنشكرو بينا هو ونوال المتوكل، المشاركة بدأنا في ماراثون مرسي، فكانت أول مشاركة دولية بالنسبة لي، واخا أنا ماراثون مراكش دولي كان في 89، درت في المرتبة الرابعة، لعبت ماراثون مراكش، لعبت ماراثون مرسي في 89، درت فيه المرتبة الرابعة. جيت واحد السباق في 90 هو 380 كيلومتر، هذا هو ديال كلاسكاو صلى، هذا كان واحد السباق سياسي راه التريكو تا هو 28 عام ولا 29 عام عنده هذاك الشمس الحي صلى لايف. من بعد جيت ماراثون ديال مايوركا في 91، ماراثون بروكسل 92، ماراثون نيويورك اللي غادي يجري في 93، ملي جات الجامعه الاخرى المشكل غادي يبدا عليه في 93، ما عرفتش المشكل كيفاش بدا. شنو وقع؟ كنت غادي نلعب ماراثون نيويورك، غادي نمشي لواحد الجمعيات في كازا، غادي نمشي لماراثون نيويورك صافي مانفيتي، نمشي تريت في افلام بحال بحال الناس، غنمشي نمثل المغرب بحال بحال عدائين اخرين، انا واحد العداء. كان واحد السباق نظمته لسمير، مشيت نجري باش نطلق رجليا، وفي نفس الوقت ربما شي منحه باش نشري سبرديله، وفعلا جيت هذاك السباق درت المرتبه الرابعه، لكنهم في الخلاص ما بغاو يخلصوا، كانت الشتا كما حكيت الاخرين. هذاك اللي كان بغي اللي اورغانيزي السباق كان داوده تمايا، ويقول لي داوده لما نعطيو تلاش نعطيو المنح، وقال لي داوده نشوف لك الكلاسمون، شد الكلاسمون بحال هكا حدايا وجلس، وانا فوق منه تنشوف، قال ها السميه ديالي برضوان، هبط ويرجع السميه ديالي بقى تيشوف فيها ويضرب عليها، قال لي عطيه ثلاثة الاوائل ونضرب ليها. السي عزيز غادي نجري ماراثون نيويورك وغادي نمثل المغرب، وخاصني نشرف المغرب بحويجات زوينين وسبرديله وداك الشيء، الله يجازيك بخير. ويقول لي ما تحتش، جي عندي للجامعه نعطيك رزقك، غير ما تحتش بحال هكا، قال لي ما تحتش. سكت الدري ديال لي فرت كلاصه ورايا، وبعد واحد العدائي باقي العقل مجذوب به والكروي، جاو عندي مع هو في العسكر ما يمكنش، كاين معاهم الرئيس ديالهم وداك الشيء، قال لي برضو حنا ما نقدروش نحتجوا، ما نقدروش ندوي انت الرابع. قلت لهم اودي سمحوا لي راه ما نقدرش نحتج، وانا غادي نلعب ماراثون نيويورك وداك الشيء. فعلا ما احتجيتش، وانا فعلا مشيت نهار اثنين للجامعه عنده تنتسنى، ملي هبطت للجامعه تنتسنى، كيهبط من الطونوبيله دار عندي ويعيرني، جري عليا سبني قالك يا نوض بالاحمر يبان القوات قبل الكلب سير في حالتك، جري عليا. المهم قال هذه الكلمه جري عليا. المهم مشيت انايا في العشيه طلعت للنادي ديالنا، كانوا مجتمعين، جيت عندهم دوت مع الرئيس ديال الفرقه، قلت له ودي اش وقع اش وقع، ويقول لي قال لي الرئيس ديال الفرقه ولدي عصبره بالرضوان. وانا ندور في الدماغ ديالي، قلت له كما ياك ما الدوده عنده مشاكل عائليه وبنت ليها في الطريق، انا دورتها. لكن مشيت لعب ماراثون نيويورك ورجعت لعبت ماراثون مراكش، درت المرتبه الثالثه، هما يجيو عندي دوزيام منين درت حرجني في العشيه، كنت باغي يدير معايا الانترفيو، ما خلانيش ندوي، حسوا بان كاين شي حاجه. داس يومين ويجوا لا فيدراسيون، قال لهم رضوان، قال لهم رضوان ما دخلش ليكيب ناسيونال، قال باش نتوصلوا، قال هاك التليفون ديالو، اتصلوا بالدار ديالنا عندهم الفيكس ديك الساعه ما كانش البورتابل الفيكس، دوروا لي، قال لي رضوان خصك تجي راه بغاتك. طلعت انا عندهم، قال لي رضوان بغينا نديروا معك واحد نصوروا كيفاش تريني، بعد هاك مفاجاه مغربيه وعدا خاص العنايه ديالك، فعلا عرفوني فعلا بقاش يصوروني. في الاخر جلسوني، قال لي شنو رسالتك لما وي، قول لي داوده ضرب لي كتفي، قال لي شكرني انا، انا ما شكرتوش ما نكذبش عليك، رجعت هذيك القضيه اللي عيرني، ماشي انا عيرته ما شكرتوش، ان انا حرجني ماشي قال لي بواحد 15 دقيقه، وقال لي رضوان انت شكرني وهذا ولا ونتصالحوا ولا شي حاجه. تبغى قالوا لي شدوا الميكرو وقفوا برضوان شكرني. انا من دويت كان عندي واحد التريكو فيه بو اول ويتباعو، وقع واحد المشكل بعد كان هز واحد الشنطة، وقع واحد الخلاف حيت ما حكيتوش هذاك الشيء. شنو؟ واحد الشنطة كان هزها حطها في ملي كنت كنتصورو، حط واحد الشنطة في الكازو ما عقلش عليها فين مشات، ما عرفهاش فين طارت هذيك الشنطة، فيها فلوس. هو من سجلوني حسب وطبسيل وداك الشيء اللي تنذكرو، ملي مشاو في حياتهم ويتباعهم في كازا تيسحبوهم الشنطة راه داوها ليه،
من تبعهم قلب الطوموبيله قال لهم هذيك لانتير فيو ما ديروش، هذيك بو اول تعني انا حمار، هذيك الشنطه لقاها العساس ويخبيها فيها فلوس. شحال فيها تقريبا؟ تقريبا 22 مليون في هذاك الوقت. في هذاك الوقت لقى فيها 22 مليون شدها خباها عنده العساس. من بعد ذاك العساس هو اللي قال لي ويقى داوده واحد النهار ما حلاش العساس، ويقى داوده وعد له داوده قال لي داوده بغيت ندوي معاك، قال لي واحد الشنطه كانت هنا قال لي راه ويحل قدامه طرق فيها الفلوس ويجمع صافي. هذا هو وداك الانترفيو ما داروش. فالمسيره الرياضيه ديالي بقات غادا في مشاكل، ما عادش عليا رغم انني كتبت واحد الجورنال كنت كتبته في 95 اتدرب لوحدي وبرامج لا تدخل معايا، حيت واحد ما كاينش صحفي يقدر يكتب، يقدر يكتب عليا انا. قال لي يكتب عليك كاينين الناس تقال مديوري وداك الشيء راه غادي ياثروا عليك، المسيره الرياضيه ديالك غادي توقف. المديوري قال لك انك انت كان لك حصار. اه قال لي حتى 2000 انا الحصار بادي، الحصار بادي عندي واخا دخلت ليكيب ناسيونال ها هو برضوان دار الميليما ديال الالعاب الاولمبيه، دخلوا الالعاب الاولمبيه راه في حصار في ليكيب ناسيونال انت محاصر محاصر ليكيب مو تيخ خداوي عدائين ما خديتهاش انايا، ما غادي تاخذ واحد ليكيب مو واش عداء غتخلص انت 1000 درهم ومجوج وواحد ياخذ 30000 درهم غادي يجري بحالك بحالو ما يمكنش. شكون اللي كتوجه له الاتهام؟ هذا ما يمكنش هذو يكونوا كامل المديوري داوده بدوان اللي داروا لك النقابه كما كنقولوا. ما تنقولش انا اسمح لي ندوي معك اسمح لي ندوي معك دابا ما تنجوش انا اتجاه الاتهام ديالي لاقاش المديوري منين جا العاب القوى، منين جا العاب القوى هذوك الناس غلبلو صفار والمديوري قالها بحق تنسمعوا بعيني يا انايا ها قال لي بغيت الانصار ديالي فهمتي ماذا تعني انصار ديالي في 94 عندك تصور ديال 94 بغيت هذاك 14 بنت فين مشات كلهم تزوجوا كلهم تزوجوا حيوا فين هي وعلي فين هي حسن بن حس حتى انا ماشي بزاف الاسماء ديالهم انا حتى اليوم عندي تصور مصورين في 94 باش لعبنا لي جو فرانكوفوني كاع مشاو جو عدائين اخرين اجداد مع وانا من عندي جا عندي المديور غادي يقول لي حسام لحقاش كيفاش وصلنا حتى المديور دويت معاه في 96 مشيت عنده انا بوعويش الان التي يقضي العقوبه باش نفهمك انا بوعويش راه قضى عقوبه بوعويش كل وصلوا لهذ الحاله هذا هو اللي كاين انا ما نجيش نوصل لهذ الحاله باش نحكي وداك الشيء انا المشكل ديال بوعويش حكيته في الفيسبوك وداك الشيء راه واقعي تنوي وما تنترجعش في الهضره ديالي انا والمشكل اللي حكيت على زهر وعزيز راه كداك الشيء اللي تنقول راه هو اللي كاين المهم انا مشينا عنده انا وبوعويش بعد ما حاصر بوعويش مشينا عند المديوري تندوي معاه في 96 بلا ما نحكي لكم على القضيه ديال بوعويش انا تندخل المراحل ديالي باش ندوز من دابا هذاك الشيء مشينا عند المديوري قال لي ما تتهموناش من 96 الحصار في 2000 تيطلب مني المسامحه سلمت عليه وبغاني نتوجه ليه ما توجهش ليه دخلت عند طريزو عند واحد من الفرقه ديالي قلت انا المدام ديالي ولدات مشيت للمارطون باريس على رجليا في الطريق مشيت في الكار 3 ايام علاش حاقريني هو يضرب لي المديوري الدار ديالي وندور انا نلقاه ويعنقني ويقول لي برضوان العداء اللي اثر عليا في الدماغ ديالي هو نتايا حصار بر بحر عليك تلقاك تدري قال لي برضوان كتب لي رساله طلب ما بغيتي محجوب هذه الرساله ديال برضوان بغيتها في لاف ناطني نحل البيرو نلقاها فوق البيرو كتبت لي الرساله شنو فيها؟ كتبت لي رسالة يا سعادة الرئيس بحالك الرسالات انا اقتبس لك هضرة منها يا سعادة الرئيس انا عداء بحال العدائين انا تنطلب منك تدفع لي الاوراق ديالي للوزارة من سالي من الرياضة تمثيل المغرب نرجع نشد الدراري الصغار نشد واحد الدراري الصغار نتريني بهم هذا هو اللي طلبت ما جاوبنيش لان اول حاجة علاش ما جاوبنيش المديوري على ديك الرسالة لان المديوري هذيك الساعة بدات عليه واحد 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 هبطات عليه شي شويه بدا غادي تيتكراط من الوزاره غادي تيكراطيو فيه هو المديوري بغى يتفاهم معايا بغى يتفادى معايا فهمتي عدم الضمير حس به من بعد المديوري هز يديه الاخر ما هزوش يديه داو بقى غادي حقا غادي انا في 92 طلقت 92 مريت موليش نقدر من ناكل من نشرب ما حيتش لونطري ما حيتش المدام ديالي ما حيتش الوليدات ديالي ضغط طلقت ورجعت عند تريني حتى نتفاجئ واحد النهار جاو الدراري اللي شافوني طلقت ونهاريت وداك الشيء قالوا نوقفوا مع هذا العداء اولاد يعقوب منصور تيتريو معايا نوقفوا مع نحركوا شي شويه جاي عندهم خويا طلعنا التيران عند تريني مع العشيه ندوروا رجلي شويه حتى نتفاجئ بسيكوريتي جاي عندي مورتي شطه حمراء سير في حالاتك مورتي شطه سير في حالاتك من اللي بعيد توصل حدايا وقول لي حاش واش خرج خويا البطل الكبير اول مره تنحس براسي مغربي ما نكذبش عليك
هو يتحلى وقال حاشا واش خرج خويا البطل الكبير. قال لي خويا انت تخلص على 36000 ريال اليوم غدا تيجروا عليا انا سيكوريتي، انت احسن ليا شديت وقلت لي انت اللي تستاهل، انت اللي تستاهل الجائزه، انت اللي تستاهل اي حاجه، ما نقدرش نخرجك على الخدمه ديالك، بغيتك تبقى في الخدمه ديالك ولا غير خرج. خرج من التيرا دخل بخمس شهور، نهار رجعت نفس المشكل، جا عندي واحد السيكوريتي ويجي عندي، قال لي مع متى تريني؟ ما عرفنيش. المهم بقاكم فضلت بحالكم بنت لي بيدوان، مشيت عند داودا وبيدوان وجهي وجهها حدات راسها حدات راسها ويمشي، وداك السيكوريتي سبو داودا وانا نهاريت صافي بغيت نطرطق حداها نطرطق بقى فيا الحال. دار العدائي مشاو عند داك العساس وعيطوا على داك السيكوريتي، ماشي السيكوريتي من داك الناس عيطوا عليه قالوا يا جيك واش عرفتي شكون هذا؟ قال لي راه برضو عبد الرحيم العداء. قال لي ما انا مامور بهذيك السيده ما عندي ما ندير يا نخدم يا صافي. هذا هو اللي كاين. من بعد كان واحد الحصار اللي هو طويل، من بعد دقيت جميع البيبان درت عليهم، دويت مع راجل بيدوان صاير، دويت مع خو داودا، مشيت عندو قلت له ودي خوك اش بغى عندي؟ هذا راه عيب وحار عليا، انا راه كبرت في السن، انا ما انا راه 39 سنه ولا 38 سنه، راه ماشي 27 عام، اش هاد الحصار اللي تابعيني عليه؟ اشنو هو المشكل؟ قال لي اخويا اخويا راه قاصح شويه، هاكا قالها لي. دويت مع اي واحد، قال لي في الاخر العامل مهيديه ديال تبعك. هذاك العامل المهيديه كيفاش تعرفت عليه؟ هذاك صمصم عقا المدير التقني الاولاني، قال لي قال لي برضوان انت عرفني بانني ضريت والمشاكل، واش قال لي برضوان والحل الوحيد باش راه يقدر يعوضك يعاونك راه ما غاديش يفوتك هذا السيد. قال لي بدا تريني معاه صبر معاه، بقيت تريني معاه تريني معاه. واحد الوقت قال لي نمشي للمارطون، وفي الاخر بديت ندري معاه وانا لا يرسل خصني الفلوس، فكرت عليه نمشي نلعب مارطون. في الاخر مشيت في الاخر دخل جا واحد السيد ويدخل، قال لي برضو راه عنده مشكل. قال لي كيفاش؟ حكيت له غير واحد شويه ما انا خصني نحكي لك ثلاث ايام وانت تدوي معاه باش يفهمك. قلت له دير شي مشاكل دابا انت تدوي مع شي واحد مشكل تيصحبوا المشكل على البارح، مشكل راه اعوان راه حصار. المهم قال لي شنو المشكل؟ قلت له هذا. قال لي طلع البيرو، طلعنا البيرو ويدور التليفون لداودا، كان معايا واحد السيد دور ما جاوبش، شويه بغينا نخرجوا ويجسوا لي التليفون، هز العميل التليفون ويدوي معاه. الو السلام عليكم، دا ويدير بارور تصل تبر رضوان ويدوي معاه. قال لي السي داودا، قال لي داودا كي داير؟ قال لي داودا كي داير بخير لاباس كي داير مع الرياضه؟ قال لي شكون سيادتكم؟ داودا هاكم تنعاود لكم انا بالكلمه بالكلمه. قال لي داودا شكون سيادتكم؟ قال لي انا العميل مهيديه ويدوي معاه. قال لي ودي كي داير مع الرياضيين؟ كي داير مع الرياضه؟ كي داير مع الرياضه؟ بزاف تقعد يدوي معاه. وقال لي شوف داودا اللي ندوي معاك نيشان. قال لي راه عندي واحد البطل، قال لي وعندي واحد العداء ولكن ما تساومنيش عليه. قال لي راه عندي واحد البطل برضو. قال لي ويقول لي داودا شكون هو؟ قال لي برضوان عبد الرحيم. ويقول لي داودا كون كان معنا كون ملياردير، واش واحد عنده 39 عام ولا 40 عام غيرجع 26 عام ولا 25 عام؟ ما يمكنش. جامعه جديده كاين اطر جداد، واخا واش حيزون رئيس الجامعه فرتي له شي رساله طلبتي تلاقيتي؟ لا انا ما اسمح لي ندوي معك، انا تلاقيت مع واحد السيد وقريب لاحيزون، تلاقيت معاه في البحر وجا عندي بحال هكا قال لي تنصياد ودوى معايا وقال لي انت ساكن في قيطون ودار حوار بيناتنا. قلت له ودي انا قال لي تنشوفك تنعس هنا واحد تندوز ديما راه شي ثلاث سنين تنشوفك هنا. قلت له ودي انا تلك قال لي انت عيشك عيشك هنايا في العفر تنشوفك تتبات في البحر وداك الشيء شنو هو؟ قلت له قال لي كيفاش كيفاش عايش؟ قلت له انا من البحر تنصور لا جاب الله شي حاجه ما جابش الله على حسب الفلوس اللي عندي خصني نقتصد. الا شريت هكا خبزه شويه السكر شويه تاتا وحنا غاديين بط السردين حنا غاديين مره الحوت مره وانت عايش في هذا. قال لي بزاف هذا الشيء. قال لي شنو هو زعما اش كنتي تدير؟ وانا نجي قلت له ودي صافي نوطو. قلت له انا كنت عداء كنت رياضي وعطيت المغرب وداك الشيء ودابا استراحه جندي. قلت لي بحق قلت استراحه جندي انا عطيت البلاد ديالي قلت استراحه جندي انا بعت من الرباط وداك الشيء وجيت للصخيرات باش ما يسولني حتى واحد لان داك الشيء ضرني في راسي لانني تنعس دابا في البحر نرتاح ما يسولني حتى واحد على الرياضه يسولوا على البحر تندمو على البحر الميدان ديال البحر انا الرياضه ما بغيت يسولني حتى شي واحد لاني دقيت جميع البيبان وفعلا ملي قلت له انا برضوان واعر نقني هذاك السيد قال لي سنعرفك قال لي غادي ندوي مع حيزو غادي ندوي مع فلان شحال واحد تيقول لي تتلاقى مع غادي ندوي مع فلان ما كاين حتى شي حاجه دون جدوى فهمتي واخا تمشي عند حيزو ما عنده ما يدير لا حيزو ما بزاف طارق بزاف المشاكل بزاف المشاكل شو الامل ديالك ده؟ وي الامل ديالي انا نقول لك واحد القضيه مهما ان جلاله الملك محمد السادس
دار مؤسسه ديال محمد السادس ودار تاهيل ديال الساجين دار بزاف الحوايج اللي دار زعما كعطيكم كل شيء وعارفين اني انا بعض العدائين عارفوا اني مظلوم وكنت نعاني من ابن القروج هشام القروج يا رضوان كنت منك كل حماقيت انا واحد النهار كنت منك كل حماقيت وعارف لي انا مظلوم وهذه فين غادي نعيش؟ من غادي نجيب القوت ديالي؟ مظلوم